السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء في قناتي. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. فارس حسونة، مصر الأصل، يهدي قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد. نجح الرباعي القطري فارس حسونة في منح بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كيلو في طوكيو 2020. وتعد ميدالية فارس حسونة هي الثانية للعرب في منافسات طوكيو 2020، بعدما سبق وفاز التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية في السباحة. وجاء فوز فارس حسونة الباغ بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في عام 2019 بالتوفيق إن شاء الله. وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا 225 كيلوغرام في منافسات النتر، وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كيلو بالتوفيق إن شاء الله.